يعطي ضربة البداية النجم الرياضي الساحلي على اليمين بألوانه البيضاء والترجي بألوانه الكلاسيكية أحمر وأصفر على اليسار. النجم الرياضي الساحلي يريد السرعة وهذه كرة لمروان تاج اللي حاول المرور لكن عليها البريكي يسدد بجانب الحارس بن شربيع. هذه هي الكرة الغدارة للنجمة الساحلية بسرعة قياسية عليها البريكي من اليسار منذ بداية المشوار يشعل نار نار في دفاع الترجي. إذا الكرة تعدي مرتدة تصويب تصويب لكن بعيد من محمد علي اليعقوبي. مشاكسة كروية بين حسين الراقد ومروان تاج. تتوتر الأعصاب نوعا ما الآن وعلى الحكم الكابوني إريك أرنو أودوغو تحمل كامل المسؤوليات. البرازيلي سينظر أكوستا بكل تأكيد. دياغو أكوستا سينال العقاب الإداري مما لا شك فيه. عن البرازيلي رقم 18 هو بكل تأكيد. سيناريو غريب. سيناريو الآن بالورقة الحمراء. احمرت في وجه أكوستا منذ الدقيقة 31. قرار إداري بأحمر اللون. ضربة موجعة للنجم الرياضي الساحلي لحسابات فوزي البنصرتي منذ الدقيقة 31. طاقم التحكيم الكابوني وهذا حوار معز بن شريفية والخليل بنكورة. ربي يهدي الجميع. تصل له الكرة يراوغ نفسه يدخل منطقة الجزاء يسدد بجانب الحارس البلبولي محمد أمين النفسي. حمزة الأحمر يتقدم للتوزيع. الأحمر يوزع جول 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 فعلى عمار فعلى عمار وأشعل النار. عمار في هذا المشوار يتعدى كل الجميع في الاختبار. عمار الجمل بما حمل. كرة ثابية من حمزة الأحمر ورأسية ماسية من عمار تغالط الحارس بن شريفية وتأتي أسبقية للنجمة الساحلية. الترجي يعاين الأذرار داخل الديار والنجمة الساحلية في هذه الأوقات الكروية نار 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 يا حبيبي نار. بعشرة لاعبين فوزي البنصرتي والنجم الرياضي الساحلي بهذا العرين. عمار جاء والرحمة لا. هدف الأسبقية للنجم الرياضي الساحلي. محمد علي اليعقوبي يراوغ يعقوبي كان بإمكانه على اليمين يعطي كرة للنفسي. النمسي وسع والتصويب على القائم الايسر لايمن البلبولي. فات كرة التعادل على الترجي. هذه عملية احتكاك حمد النقاس بهيثم الشويني لكن الحكم قريب جدا من موقع العملية اريك ارنو اودوغو. وهذه التصويب على القائم الايسر. كرة كانت قوية من ادريس المحيرسي. زياد بوغتاس يعطي كرة ممتازة. يعدي عليها البريكي. البريكي عليا البريكي يوزع كرة أخرى خطيرة بالرأس مرت بسلام على المعز بن شربيع. مجهود يذكر ويشكر من عليا البريكي. حيرة جوزي أنيغو. اللاعب الحكم يقول محمد أمين بن عمر. الخليل بنكورا. بنكورا يعدي يمشي والتدخل باللحظة الأخيرة من علي المشعني. يرجع بالهجوم حسين الراقد. الراقد كرة باتجاه ادريس المحيرسي. المحيرسي ادريس كرة باتجاه لزياد بوغتاس. يا
يسترجعها الترجي. الحكم يطلب اللعب عند الكرة حمد النجاس. والتماس للنجم الرياضي الساحلي جلال الجدي وفوز البنزرتي على داكة الاحتياط. دخول ادريس المعيرسي اعطى الحلول للترجي. وهذه كرة لشاكر الرقيعي يراوغ يوسع والبلبولي. التصويب التصويب صاروخية من حسين الراقد والبلبولي المتحدي. تار 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 البلبولي في هذا المشوار. الآن نستمتع مشاهدينا الكرام بأداء للعملاقين كأحسن ما يكون على مرتين البلبولي. كرة للمباركي البلبولي عطوكا. الكرة التونسية الصغير ينقذ الموقف. حسين الراقد هنالك إصابة لمروان تاج. الحكم يطلب اللعب والتصويب التصويب من ادريس المعيرسي. كان من المفترض وأن الكرة تخرج لأنه فما إصابة لعصام تاج أثناء اللعب. لم يتفضلها الحكم إريك أرنو أوتوغو. من جديد على البريكي البانكورا أيمن الترابلسي مثلث النجم الرياضي الساحلي. الخليل بانكورا يوزع. التدخل من محمد علي اليعقوبي والعمراني يخطف الكرة لكن بعيدة. لم يقدر الترجي على فك رمز شفرة الدفاع الساحلية. هذا التوزيع والقراءة الرائعة من البلبولي. التايمينج وما أدراك ما التايمينج. المخالفة لدفاع النجم ضد إيدك النيجيري اليوم خارج النص. لم نشاهد أي اختراق يذكر من جانب سامويل إيدك. نقطة استفهام كبيرة في وجه النيجيري على عكس الخليل بانكورا اللي أبهرنا بسرعته في حسه التكتيكي. فرانكوم بالورقة الصفراء. فرانكوم ينال الورقة الصفراء. يغير بنجاح لإدعو كنجير يدخل منطقة الجزاء. يوسع النفسي في الشباك والكرة خارج الميدان. هذا هو السيناريو الغريب. كرة نيجيرية خطيرة وقوية ولكن التغطية من عمار في آخر المشوار أمام محمد أمين النفسي. إذا شاكر الرقيعي يلعب كرة طويلة غدارة. كرة لولبية غدارة من الرقيعي لو يتألق البلبولي. ركنا للترجي. ركنا للترجي في 78 دقيقة لعب. بالراس والبلبولي مرة أخرى أمام النفسي يعكس الهجوم النجم الرياضي الساحلي. والخليل بانكورا يمر للسرعة القصوى ولكن متابعه إياب المباركي يعدي بالكرة لشاكر الرقيعي. اللمسة من ادريس المحيرسي. المحيرسي رايحة جلاسي يدخل ويوزع وإخراج الكرة في النهاية. ابعادها من طرف النجم الرياضي الساحلي. لليمين الكرة لادريس المحيرسي. يمر المحيرسي والمخالفة والورقة الصفراء. الورقة الصفراء لأمير العمراني. إذا
كرة ثابتة للترجي في الدقيقة 84. صمود دفاعي للنجم الرياضي الساحلي. النجم الرياضي الساحلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 31 بالورقة الحمراء للبرازيلي دييغو أكوستا. شاكر رقيعي. رقيعي واسع لمباركي. أو هيثم الجويني. هيثم الجويني بالراس. فرحة ومتمجن الجماهير الترجية حاليا. هيثم الجويني يعدي يمشي لليمين دريس المحيرسي يساعدات والبلبولي رائعة من البلبولي. تصدي الكبار للكابتن البلبولي. ترجع له المحيرسي يعدي داخل منطقة الجزاء. المحيرسي يحاول التمهيد لكن وين وين الكرة. أمير العمراني يرجع لواجباته الدفاعية. يعقوبي يعقوب يسدد من بعيد خارج الميدان. حالة من اليأس ربما عند اللاعب اليعقوبي. توخى التصويب من بعيد. الترجي بهذه الخسارة اكيد شبه ازمة. زياد بوغاتاس يطلب من الحكم الخروج الان. اذا لحظات وينتهي الوقت الاصلي والطبيعي. العيون لفوز البنزرتي تراقب في السبورة الالكترونية. والان يلتفت للميدان جوزي انيغو يعرف وان هذه المباراة قد تدخل الفريق في شبه ازمة نتائج بعد خسارتين متتاليتين في الاجواء الافريقيه. دفاع حديدي للنجم الرياضي الساحلي علي البريقي. وفي هذه اللحظه يعلن الحكم الكاموني اريك ارنو اوتوغو على نهايه المباراه بانتصار النجم الرياضي الساحلي على الترجي بهدف لصفر. هدف عمر جمل. شوف احلى لقطه في المباراه هذه التحيه الجماهيريه الرائعه من جماهير الترجي للاعبي نجم الرياضي الساحلي اللي اليوم الحق اقنعوا لعبوا فابدعوا في 10 لاعبين تحدوا الترجي والزمان وعادوا باحلى امتحان الى مدينه سوسه. الف مبروك لعشاق النجم الرياضي الساحلي. حظ اوفر لعشاق الترجي.